حل الدولتين. إذن نحن اليوم أولويتنا هي وقف التصعيد وأن نطلب من الجميع أن تتوقف الأمور كما هي. وطبعا الولايات المتحدة لديها دور كبير ودور قيادي لتلعبه فيما يخص إحلال السلام الذي كلنا نريده. نحن كلنا طبعا هذا خيارنا الاستراتيجي، فلا كلنا نطمح للسلام. ولقد سمعنا طبعا بأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد، وأتطلع مرة أخرى لقيادة الولايات المتحدة لأن هذا شيء يمثل تحديا لنا جميعا. وكما قال السيد الوزير، فإن الأردن والولايات المتحدة لديهما شراكة تاريخية، و جلالة الملك عبد الله يتطلع لأن يأتي إلى هنا ويتواصل مع الرئيس ومع الإدارة لنرى كيف يمكن أن نتقدم إلى الأمام، ليس فقط فيما يخص بلدنا ولكن في أيضا لمصلحة السلام والازدهار في المنطقة. ونتطلع لأن نقيم محادثات مهمة مع السيد الوزير وحتى نواجه التحديات معا، وليس فقط في القدس ولكن في كل المنطقة. لدينا الكثير من العمل الذي ينتظرنا من مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإيجاد حل سياسي في الأزمة السورية وفي اليمن وفي ليبيا. ومرة أخرى كما قلت، نحن شريكان ونتطلع لأن نعمل معا. إذا شكرا جزيلا سيد الوزير لهذه الفرصة الرائعة، والنيابة عن الأردن وكل الشعب هناك، فإننا نشكركم على دعمكم لنا تاريخيا. وطبعا نحن نواجه كما قلت تحديات كبيرة.